النهارده بيزدى الاستطار على امتحانات الثانويه العامه لطلاب علمي علوم والشعبه الادبيه كمان. طلاب العلمي عندهم امتحان لماده الاحياء، بينما بيؤدي طلاب الشعبه الادبيه الامتحان في ماده الفلسفه والمنطق. خلينا نروح نتعرف على المزيد من التفاصيل من خلال زميلنا زياد قاسم مراسل اكسترا نيوز، واللي متواجد الان امام احدى لجان امتحانات الثانويه العامه في منطقه غمره بالقاهره. يا زياد صباحك كله خير. صباح الخير يا رامي، وصباح الخير يا يارا، وصباح الخير على كل مشاهدي اكسترا نيوز من هنا من محافظة القاهرة، تحديدا من منطقة غمرة، من امام مدرسة غمرة الرسمية لغات، حيث نتابع معكم اجواء ما قبل امتحان الفلسفة والمنطق لشعبة الادبي، وامتحان الاحياء لشعبة العلم علوم، وامتحان الرياضة البحتة لشعبة العلم رياضة. اليوم هو آخر امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 عام 2024 لشعبة الأدبي وشعبة العلم علوم، بينما يتبقى امتحان وحيد فقط لشعبة العلم رياضة يوم السبت القادم الموافق 20 من شهر يوليو. أيضا إذا تحدثنا عن الأجواء قبل امتحانات الثانوية العامة اليوم والامتحانات الخاصة بشعبة الأدبي والعلم علوم والعلم رياضة، نتحدث عن أعداد كبيرة من الأهالي توافدت مع الطلاب لبث الطمأنينة مع هؤلاء الطلاب. أيضا نتحدث عن أخبار سارة لطلاب الثانوية العامة بثتها وزارة التربية والتعليم أول أمس، حيث أعلنت الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن نسبة أو المؤشرات الأولية لامتحان اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية وامتحان الفيزياء قد ظهرت وجاءت النتائج بصورة طيبة للغاية، حيث تخطت نسبة النجاح في امتحان اللغة العربية 96%، تخطت نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية 97%، تخطت نسبة النجاح لامتحان مادة الفيزياء نسبة 94%، وهي نسبة جيدة للغاية. أعتقد بتعطي طمأنينة كبيرة لطلاب الثانوية العامة اللي بيأدوا النهاردة آخر امتحاناتهم سواء لشعبة الأدبي أو لشعبة العلم علوم، بينما كما أوضحنا منذ قليل أن امتحان اللغة يعني امتحان شعبة العلم رياضة الأخير يوم السبت المقبل. أيضا نتحدث عن الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم قبل دخول الطلاب إلى اللجان الخاصة بها، ولعل أبرزها هو منع اصطحاب الطلاب للأجهزة المحمولة والساعات الذكية وكافة أنواع الأجهزة الإلكترونية والتابلت وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المختلفة التي حست الوزارة جميع الطلاب على عدم اصطحابها إلى اللجان الخاصة بها. هذه الصورة من هنا من أمام مدرسة غمرة الرسمية لغات، والآن نعود إليك رامي في الاستوديو ما إذا كان لديك أي استفسار آخر. زياد أخيرا، يعني أنا عايز أتكلم عن الحالة اللي فيها أولياء الأمور اللي بتسمعه واللي بتشوفه بعينيك دلوقتي مع دخول الطلاب للجنة الامتحان. يعني رحلة الثانوية العامة رحلة شاقة استمرت أكتر من سنة. النهاردة طلاب الثانوية العامة زي ما وضحت لك يا رامي بيأدوا آخر امتحان ليهم سواء لشعبة الأدبي أو لشعبة العلم علوم، أعتقد في بعض الراحة النفسية، خاصة زي ما وضحت لك برضو وزارة التربية والتعليم أصدرت بيان هام جدا أول أمس، وهو المؤشرات الأولية لامتحان اللغة العربية وامتحان اللغة الأجنبية الثانية وامتحان الفيزياء، ده إدى بقى في انفراجة شوية نفسية اللي موجودين هنا. بالتأكيد يا زياد بشكرك على هذا التقرير الوافي والشامل لمجريات آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، زميلي العزيز زياد قاسم مراسل أكسترا نيوز. يعني دعواتنا يا يارا ودعواتنا يا رب كده جميعا لأولياء الأمور إن قلوبهم ترتاح يا رب، والطلاب بإذن الله في كل الشعب إن هم يكونوا يعني يرتاحوا نفسيا ويفرحوا من قلوبهم بجد. فعلا الثانوية العامة بتبقى ضغط كبير جدا جدا على النفسيات والدماغ بالتأكيد.